شرط ان انا لما اقول له مثلا احنا نتكلم تجربه، لو انا بقول له ده كرسي تمام، هل لازم يقول لي كرسي ولا مش شرط؟ ما هي دي النقطة بقى. لا طبعا، أنا قلت كرسي دلوقتي، هقعد أزن عليه في نفس اللحظة عشان ينطق لي كرسي؟ لا طبعا. ولو ما وبعدين عملش كده هيبقى عليه ضغط. بالظبط، هو أنت دلوقتي أنت نفسك وأنت كبير كده واحد عمال بيزن عليك، بالظبط هتزهق منه وتسيبه؟ بالظبط. لا، حاول اللي هو يكونه دايما، أقول لما يكون موده حلو أحاول إن أنا أقوله. وعلى فكرة ما أقولوش كرسي، واقول كلمه دايما، اقول كلمات كتير وهو ياخد يعني استقبل كلمه كلمتين مفيش مشكله، لكن انا اقول له جمل كتير. بس فاهم اهم قصدي؟ حاجه ادي تحسي ان مكونات في كتير. رد فعل، طول ما بالظبط في رد فعل بسيط او كبير تمام، تمام لو ما فيش بالظبط رد فعل يبقى تبتدي نقل خاف. بالظبط. تمام لا، ولازم دايما زي ما بقول لك الاستمرار، الاستمرار. ومش اي حاجه لاي طفل يشاور عليها اديها له، لازم اعرفه ان في حاجه اسمها ان انا هدي لك الحاجه بعد ما تنطق لي اسمها. مش معنى كده ان انا هفضل بقى ساعه كده ماسكاها، لا مش بالظبط، هدي لك الحاجه، لا لا مش علشان كده خالص. ما يحسش ان هو يائس فيبقى بالظبط نفسيا كده. يأثر عليه. وممكن يرفض اصلا انه يتكلم خالص، او يرفض انه يطلب منها حاجه، وتلاقيه بقى الناس عماله داخل جوه عمال يقلب في حاجاتها ويكسر في الحاجات، بيبقى عنف، يتقلب بقى بالظبط، لذوي احتياجات خاصه هي كده. لا لا عملية يعني زي ما انت قلت تاني، هي محتاجة مثابرة، محتاجة معرفة، ومحتاجة صبر، ومحتاجة فكرة الاستمرارية بالظبط وبالراحة، كده. مفيش حاجة ايوه بتيجي بسرعة. بس في بالظبط. نفس الوقت ما نقولش بالراحة فلسان حد العملية تبوظ فانام خالص بقى خالص انا، والاحبال الصوتيه دي تبتدي ترتخي ترتخي. بقى. ولا طبعا لازم العضله التي لا تستخدم تدمر، فلازم ان انا، لا طبعا استمراريه في واهم حاجة الكلام. ان الواحد يفضل متابع سواء مع مراكز متخصصة او مع دكاترة او خلافه. بالظبط كده. طيب احنا مش هنخلص كلام في القصة دي، هنتكلم فيها اكيد على حلقات تانية، لان احنا يمكن كلامنا زي دي كلها مقدمة، بس احنا عايزين بالظبط بقى خطوات السن من كذا لكذا. طيب انت قلتي تمام. على السم والبكم، في بعد كده اللي عندهم زي ما انت قلتي التخلف يعني العقلي، تخلف عقلي، في ايوه اللي عندهم بالظبط، ديسلكسيا او الاوتيستي بالصعوبات او التعلم والحاجات دي. كل الكلام، تمام اوكي فخلينا ناخدهم كيس كيس، لان اوكي اعتقد الساده المشاهدين كل واحد عندنا اكيد عنده ممكن يكون حد في بيته كده، فيعرف تمام. يتعامل ازاي حتى لو ما قدروش الفرصه ان ان هم هم يروحوا المركز او يروحوا كده. لمكان. تمام. بالظبط. طيب انا رقم واحد ده احنا باي هعرف باي، منين؟ احنا خلصنا الفقره، المره خلاص. الجايه بقى. ما انا بقول لك بقى احنا كل ده عملنا خلينا مقدمه وهنخش بقى، الوقت عدى بسرعه جدا، بعد كده بقول لك يعني عايزين نتكلم ده في قرارات جايه ان ان شاء شاء الله الله باذن باذن الله. الله. اوكي دكتور رانيا اتفقنا. السيد مراد، اخصائيه تخاطب ورتق وكلام، الكلام معاكي ما بيخلصش، بس ان شاء الله هيكون لنا كلام تاني. واعتقد مشاهدينا اي حد عنده سؤال في هذا الموضوع لدكتور رانيا يا ريت يكون معانا ويتابع معانا من خلال تويتر والفيسبوك، هيطلع اكيد على طول على الشاشه، يعني يبعت لنا كل تساؤلات وهنقلها لها دكتور رانيا، وهي ان شاء الله هتكون معانا في الحلقات الجايه ترد على كل هذه التساؤلات. هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.